انا كابتن ايمن، ليه رجل المباراه من وجهه نظرك انت؟ الونش طبعا، الونش طبعا، مش عشان الجول، لا عشان الاداء. في اداء كوره بعد ما قطعها اخر ال بعد الماتش ده طبعا، اخر الونش اهو. اخر المباراه في مين كوره اللي شايله خطر ده؟ جدا حارس قطعها، المرمى ده ولا حد من الجماهير ولا ايه؟ ده حد من الاداريين. في كوره خطر جدا قطعها ومشي بيها، وهو بيقطعها انا قلت له ما شاء الله، قلت الكابتن قلت له ما شاء الله النهارده، اللي في وسط الملعب وخدها قطعها ومشي بيها وبدا هجمه وبيطلع عالي قوي. فهو ما شاء الله يا كابتن، هو يعني انا تقريبا ما سمعتش ان الونش بيعمل اي، يعني ما فيش، ما بسمعلوش حاجه كابتن خالص، يعني ما بسمعوش مثلا ان عقده هيخلص ويجدد. انا عارف الونش موجود في الزمالك بيخلص ويجدد ومن غير ما من غير ما تحس. ما تسمع حاجه خالص، وبيلعب وبيتمرن بيقعد احتياطي وبيرجع، ربنا يحميه طبعا ان شاء الله. كابتن احمد، من رجل المباراه؟ تتفق مع كابتن ايمن ولا تختلف؟ طبعا طبعا، يعني بص اصل كمان الونش عمل حاجه، يعني غير انه بيلعب بيدافع كويس قوي ورا، هو اللي جاب الجول، هو اللي جاب الثلاث نقط. ثلاث نقط مهمه، يعني برضه مهم جدا جدا جدا، لا يغفل في بعض اللعيبه طبعا كانوا برضو ممتازين، انما الونش النهارده رجل المباراه هو الونش طبعا. كابتن جمال، الونش حتى في الكور العاليه، حتى معلق المباراه كابتن حاتم قال لك بيطلع فوق قوي في الدور العاشر، صح؟ فهو حتى في كل كور الخطر اللي علينا كان الونش هو رجل المباراه.